الحكاية كبيرة قوي، داخل فيها ناس ياما وخلق كتير وعائلات وأعراض. هتعرف اللي يخصك. بس عاوز أعرف مين أبوي ومين اللي قتله وقتله ليه. اسمع أبوي وما تقطعش الكبير لحد ما الحكي يخلص. احنا بلدنا عايمة على أثرات كتيرة قوي. أبويا وجدودي كانوا يحكولي زمان ما كانش لها قيمة. الولد الصغار كانوا يلعبوا بيها في الشوارع لحد ما جنى البهوات بتوع مصر والخواجات بقت تتباع وتشترى بالفلوس. قصوا كان عايش معانا ولد خسيس ملوش أصل ولا فصل. جمنا الجناه بناتنا واجع من سريحة الموالي. اسمه بهلول الحمش. بهلول الحمش بعد جاب واد من مصر اسمه كمال اللبان، واد تالت اسمه محمود فايد. بقوا تلات شياطين في البلد قعدوا يلفوا على الفجرة بتاعت البلد ويدوهم فلوس عشان يحفروا تحت بيوتهم ويطلعوا المساخير. وبهلول، بهلول معاهم من امتى؟ بهلول وكمال ومحمود راحوا لابوك الدار وامك حامل فيك واتفقوا معاه وادوله قرشينات عشان يحفر تحت دارك ويطلع المساخيط. بعد ابوك ما طلع المساخيط وشاف الكنز طمع، قال لهم لا وفلوسكوا اهي انا عايز ابقى شريك. رفض. زج اللي يبلغ عنهم الحكومة خلصوا عليه. أمي ماتت إزاي؟ لما جت الحكومة ودخلت داركو كانت أمك نفسة. والدك بقالها أسبوع وبترضع فيك وهم بيهبدوا في الجدار بتاع داركم وجع على أمك مات. طلعوك حي وبتعيط من تحت الجدار. هما التلاتة اللي طخ أبوك وقتلوا كمال ومحمود. طخوه قتلوه. ما طبطش عليهم ليه؟ بهلول الحمش خدك ومشي بيك برا البلد. بعت لواحد اسمه صالح العناني بخمسمائة جنيه. والعيال التانية خدت المساخيط وفص ملح وداه. قعدنا كم يوم كده ولقينا بهلول الحمش جاي البلد رجليه عاجزة. كان يقابل أي حد من بتوع البلد يشتري شوية مساخيط ويمشي. كل كم شهر كده يجي يتفق مع واحد يشتري شوية مساخيط ويمشي. يجي من عشر سنين كده جه بهلول الحمش ومعاه بنت صغيرة من بتوع الموالي بيقول إنه متجوزة، ولعب في دماغ ولد سليمان عشان يعملوا بيعة مساخيط كبيرة قوي. واتفقوا وسرقنا ومشي. سليمان الله يرحمه قعد يدور عليه في بر مصر كلها لحد ما لقى في مولد السيد البدوي. الله يرحمك يا سليمان. قوم اتكل على الله. ابويا اسمه ايه؟ السيد عبد الحق مجاور. السيد عبد الحق مجاور. منصور السيد عبد الحق مجاور. منصور السيد عبد الحق مجاور. وفين عيلتي وناسي؟ انتوا كنتوا عيلة فقيرة في البلد. مالكوش اهل ولا فصل. مقطوعين من شجرة. مالكش غير خالتك عيوشة العامية، هي اللي باقية من ريحة أمك. رجلها والجبر واتقطع سلسالكم من أرضنا ونخلص. يعني ليه خالة عيوشة؟ ليه خالة؟ قدامك لغروب الشمس. اللي هيشوفك من الوردانية في البلد بعد ما تليل دمك مباح.